دكتورة لبنى، كيف تنظرين إلى هذه التطورات؟ السلام عليكم. أولا يعني نحن نقول أن باكستان طبعا عملت ردة الذي فعلت باكستان، وطبعا كانت ردة فعل معهم لباكستان، فطبعا ليس جيدا بسبب خاصة الأوضاع الأخيرة أصبحت كانت مع باكستان وإيران أصبحت ليست صالحة صحة كما كانت قبل الحكومة السابقة، ولكن الأوضاع الأخيرة للحكومة الخاصة الجاية هذه القادمة طبعا هي شوية مشاكل، لأن هي ليست في حق الحاكمة الجديدة ونواز شريف ومجموعة نواز شريف، هي لا ترغم أحدا يأتي حاكما على في نواز شريف مع اللي حكموا مع نواز شريف ومع باكستان، فطبعا أصبحت العلاقات سيئة، فهذه هي هذا السبب الأساسي. لأنه إذا رجعنا نحن في الماضي قبل ثلاث أربع سنوات كانت المشكلة أن أيضا من إيران تمت القبض على المتجسسين الذين كانوا من أصلهم من الهند، وكانوا متجسسين وحاولوا أن يخططوا الرسول المهمة الذي كان هم السبب الأساسي، وكانت موجودة مقبوضة كلهم مع هذول المتجسسين اللي كانت من أصلهم من الهند، ولكن كانوا مأخذين تأشيرات مزورة من إيران وجاءوا إلى باكستان تم القبض عليهم ووضعهم في السجن وطبعا موجودا. فكل هذه الأشياء رجعنا العلاقات بين باكستان وإيران أصبحت ليست علاقات سيئة صح، أصبحت سيئة. لكن إذا استمر الحكومة الحالية ستكون الأوضاع سيئة جدا جدا بين باكستان وإيران، خاصة الحكومة المنتخبة الجاية التي ممكن بعد خلال شهرين سيبدأ الانتخابات الجديدة. تماما الحكومة الباكستانية يعني ليست سيئة وليست بحسنة بين إيران وفرنسا، لأن هم الناس هم ليسوا بنفسهم الذي كانت بين إيران. إذا رجعنا قبل سنتين العلاقات بين باكستان وإيران كانت علاقات مرة 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 مرة, مرة قوية جدا ومرتفعة، فطبعا كل هذا يعني ليست دليل الذي حصل، خاصة بالانتظار الذي اليوم قتل الباكستانيين، وقال اليوم ردة الفعل من هجوم باكستان على إيران، فطبعا ليس شيئا سعيدا بل حزينا جدا جدا. إذا كان هذا ما حدث هو رد فعل على ما قامت به إيران، ويبدو من بيان الخارجية الباكستانية بأن الموضوع غير قابل للتصعيد، لماذا قطع رئيس الوزراء زيارته أو مشاركته في مؤتمر ديفوس؟ طبعا كل هذا بسبب ان الحجوم الذي هم حدموا على باكستان من قبلهم، فالغت مرجعه السفير الايراني رجعته من باكستان ورجعوا. وعادة الذي حصل أننا جميع الحكومة الباكستانية التي كانت في السفارة موجودة في إيران كلها داخل باكستان، وطبعا كل هذا إذا رجعنا إليهم كانت العلاقات بين الحكومة التي تقوم بالانتخابات الجديدة، وخاصة الجيش كلها تعمل مع الجيش التي ستكون بالحكم نواز شريف ومجموعة نواز شريف، لأن هم أيضا كلهم تعملوا بما ترغبوا ضدهم، فطبعا ستكون أساس سيئة جدا بين باكستان وإيران، وكل هذا سيكون يعني شيئا مفروض أن لا يعني تستمر، لأن لو استمرت ستجعل بين باكستان وإيران ستكون العلاقات سيئة جدا جدا جدا، وممكن تكون أيضا في المستقبل القادم ستكون العلاقات متقاطعة وتجعل بين البلدين، فكل هذا بسببهم وبسبب الحكومة القادمة. نعم، البيان الذي تحدثت به الخارجية يقول أنه استهداف لجماعات أو مخابئ للإرهابيين في إيران، ولكن يبدو من البيان أيضا بأنه يتحدث على أن ذلك أو هذه الضربة جاءت ردا على الضربة الإيرانية وليس لها علاقة باستهداف الإرهابيين. طبعا بسبب الهجوم، لأنه هم أيضا كانت الهجوم على باكستان كانت هي البداية، فردة الفعل فورا ردت باكستان بالهجوم على إيران، وطبعا إذا لاحظنا وقرأنا العلاقات السيئة بينهم كانت هي من البداية من هنا بدأت،
وطبعا كان السبب انه اذا رجعنا نحن في الماضي قبل تقريبا على 3-4 سنوات الهجوم الذي كانت السبب الاساسي والتي تم القبض عليه وما زالوا الان في السجن اللي كانوا كلهم من موجودين من الهند وعلاقاتهم فهم كانت كلهم موجوده تهمهم في كل هذه يعني هم التي كانت السبب الاساسي فجعلت العلاقات بينهم لذلك هم قاموا بالهجوم الباكستاني وبالرد الفعل اذا قرانا سنرى ان الباكستاني ماذا فعلت قامت بالرد الفعل على طول وكل هذا كانت العلاقات اصبحت سيئه جدا بينهم وطبعا اصبح السياف ولكن نحن ما لا نرغب ان تستمر لان نحن باكستان وايران اذا رجعنا بالتواريخ العشر سنوات وجدنا ان باكستان دائما تحب مع ايران وتعتبرها دوله اساس لنا ونحن دائما نساعدهم فدائما يعني علاقتهم ولكن خلال المده الاخيره الحكومه الحاليه المتوقعه فجعلت العلاقات سيئه جدا بين البلدين. طيب بعد الضربة الأخيرة من جانب باكستان إلى أين ستصل العلاقات ما بين إيران وباكستان؟ العلاقات الجاية إذا استمرت في الانتخابات الجديدة والحكومة الفائزة فطبعا العلاقات تصبح سيئة جدا ولذلك نحن منتظرين الانتخابات القادمة ونتوقع وندعو أنها تستمر لا تفوز الحكومة التي من المتوقع أنها هي من الأمل الجديد لأن هي تحب الإيران ولا ترغب وتستمر فطبعا نحن لا نستمر العلاقة السيئة لكن نرغب إيران وباكستان العلاقة تستمر فلذلك نرغب أن لا تفوز الحكومة النواز شريف ومجموعتهم لأنهم هم لا يحبون باكستان بالعكس نحن باكستان وإيران نحب بعضنا بعضا لأننا نعتبرها صديقة وأخوة ويعني دولة مؤيدة لنا وطبعا وخاصة الحكومات المستمرة هي أيضا تشجعهم ودائما تساعدهم ودائما يعني تؤيد وتفكر ولكن ننتظر الشهرين القادمة من الأمل الجديد والفوز الجديد الخسارة القادمة التي لا نعرف ماذا ستكون في مستمرة الانتخاب الأساسي بعد شهرين ومستمرين في وقف نواسي ومجموعتها الفائزة التي هي إذا فازت تؤدي إلى العلاقات السيئة بين باكستان والهند ولكن إذا تغيرت وحكمت حكومة أخرى ستكون العلاقات بين الهند وباكستان وإيران ككلها تصبح صديقة مع بعضهم البعض. رغم أن هناك العديد من المصالح التجارية المشتركة بين الجانبين العلاقات طبعا كانت علاقات باكستان وإيران مرة قوية باكستان دائما تأخذ منهم جميع الأخيار كل من إيران ولكن طبعا العلاقات دائما تشجع الأشياء المأصولة والخضروات وكل هذه دائما تتقبلها من إيران وكانت العلاقات السبب هذا كله تدل على أن العلاقات الإيرانية والباكستانية صحيح ولا لا لكن طبعا نحن دائما من باكستان دائما يشجعون إيران لذلك يأخذون الزيارات الإيرانية والإسلامية طبعا ولذلك هم دائما يرغبون تستمر العلاقات ولا نستمر العلاقات تنقطع بين إيران وباكستان لأن باكستان تشجعهم وتحبهم وترغب تستمر ولا نرغب تنقطع ولكن خائفين من المتوقع الحكومة القادمة ما قلت لكم من المتوقع الأشياء هي ستكون أسباب رئيسية مفسدة للعلاقات بين البلدين خاصة الحكومة المتوقعة للانتخابات المنتظرين وتوقعوا من الأمل الله الفوز الجيد للحكومة الباكستانية إذا كانت علاقات مع إيران وباكستان علاقات حسنة لكن إذا انتخبت الانتخابات السيئة ستكون العلاقات بين باكستان وإيران منقطعة فهمتم؟